ما هي أصدق أنواع القصائد؟ الله لكم يا أهل القلوب الجريحة، تضربكم الدنيا من يسار ويمين، فيكم تعب أحد قدر يستبيح، ما ودكم يدرون حتى القريبين، تبينون انفسكم مستريحة وتمثلون الدور بينكم قويين، وانتم بكم شيء عسى الله يزيح، اجبال هم وراكسه بالشرايين، قلوبكم من كثر ما هي صريحة ألف رحلوا واللي بقى واحد اثنين، وعيونكم لا صار موقف فضيحة، تدمع من الفرقة على فراق غالين، وتدمع على الطيب لو أعلن مطيحة، وعلى اليتامى والضعوف المساكين، دايم تمنون الحياة الفسيحة، لكن تشوفون الكدر شيء روتين، ما هو زمنكم وقبلوها نصيحة، هذا الزمن ما هو زمان الوفيين، هذا زمان أهل الوجيه القبيحة، إما هل التطبيل ولا بوجهين، سباك للمتردية والنطيحة، همتهم الدنيا ولا همهم دين، عيب نحط أهل المبادئ الصحيحة مع شلة اللي ما يسوون فلسين، وعيب نحط أهل اليدين الشحيحة في صف واحد مع يدين الكريمين، وعيب نمدح من يدور مديحة، المدح يزهى من يفك المساجين، يا لادمي ما فيه نفس مريحة، وترى البشر ما هم من الهم خالين، وترى الختامية عسى الله يبيحة، الكفن ما له جيب والقبر مترين.